سلام الله عليكم أحبائنا في قناة المشاهد. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من القصة المصورة أو الكوميكس هي وسيلة للتعبير عن الأفكار باستخدام الصور والأحداث المتتالية. تستخدم الكوميكس مجموعة من الأدوات النصية للتعبير عن الأفكار والإشارة إلى الحوار، وذلك مثل البانولات الكلام والتعليقات والمحاكاة الصوتية والصرت وتسجيل الأصوات وغيرها من الأدوات. كما أن حجم وترتيب الأحداث في الصفحة الواحدة يسهم في سرعة السرد. والرسم الرقمي هو الوسيلة الأكثر شيوعا لإنتاج القصص المصورة، بينما تستخدم القصص المصورة من نوع فيوميتي الصور الفوتوغرافية للإنتاج. ومن أشكال الكوميكس الشائعة أشرطة الكوميكس والرسوم الهزلية والكتب المصورة. وفي أواخر القرن العشرين شاعت مجلدات القصص المصورة والرسوم اليابانية، وفي القرن الواحد والعشرين شاع الويب كوميكس أو القصص المصورة على الإنترنت. وافترض العلماء أن تاريخ القصص المصورة يعود لرسوم ولوحات كهف لاسكو. ففي منتصف القرن العشرين ازدهرت القصص المصورة في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، وبخاصة في فرنسا وبلجيكا واليابان. ويعود تاريخ القصص المصورة الأوروبية إلى رسوم رودولف توباوفر الكرتونية سنة 1830، وتحولت إلى قصص شعبية عام 1930 نتيجة لظهور كتب القصص المصورة مثل مغامرات تانتان. أما القصص المصورة الأمريكية فقد ظهرت في أوائل القرن العشرين عند ظهور القصص الهزلية في الصحف والجرائد ومجلات القصص المصورة عام 1930، وأصبحت شائعة بعد ظهور سوبرمان عام 1938. ويعود تاريخ القصص المصورة اليابانية المانجا إلى ما قبل تاريخ القرن الثاني عشر. وفي القرن العشرين ظهرت القصص المصورة الحديثة في اليابان، وشهد إخراج وإنتاج مجلاتها انتشارا سريعا بعد الحرب العالمية الثانية. ومن أبرز رسامي ذلك العصر أوساما تيزوكا. كانت القصص المصورة في بداية ظهورها ترمز لقلة الثقافة، ولكن في نهاية القرن العشرين وجدت قبولا أكثر من المجتمع والأوساط الأكاديمية. وما أن مصطلح كوميكس مستمد من الكوميديا الهزلية التي انتشرت في الصحف الأمريكية، إلا أنه أصبح يطلق أيضا على الأعمال الغير الكوميدية. ومن الشائع في اللغة الإنجليزية أن يشار إلى القصص المصورة بأسمائها المتعارف عليها في لغاتها الأصلية، فمثلا تستخدم المانجا للإشارة للقصص المصورة اليابانية وللإشارة للقصص المصورة الفرنسية بونديسيني. لا يوجد اجتماع بين المنظرين والمؤرخين على تعريف للقصة المصورة، فبعضهم يعرفها بأنها مزيج من الصور والنصوص، وبعضهم يعرفها على أنها علاقة تتابعية بين مجموعة من الصور. وازدادت صعوبة تعريف القصص المصورة نتيجة تداخل مفاهيم متنوعة من ثقافات وعصور مختلفة، واتبعت كل من أوروبا وأمريكا واليابان مسارات مختلفة لتقاليد القصص المصورة، حيث بدأ الأوروبيون تقاليد القصص المصورة مع رودولف توبفر السويسري منذ عام 1827، وبدأ الأمريكيون مع ريتشارد أوتكولت عام 1890 في قصته المصورة ديليو كيد أو الفتى الأصفر، على الرغم من أن العديد من الأمريكيين يعترفون بأولوية توبفر. وكان لليابان تاريخ طويل من الرسوم المصورة الساخرة والكوميدية قبل الحرب العالمية الثانية. في بداية القرن التاسع عشر قام الفنان هوساكي أوكايو بتعميم المصطلح الياباني مانجا للإشارة إلى الرسوم المتحركة والقصص المصورة. أما في فترة ما بعد الحرب ازدهرت القصص المصورة اليابانية بعد إنتاج أوساما تانزا لمجموعة غزيرة من الأعمال، واتجهت هذه التقاليد الثلاثة
في القرن العشرين إلى كتب ومجلات القصص المصورة، فسميت بألبوم القصص المصورة في أوروبا، وبالبانتون بون في اليابان، وبالروايات المصورة في الدول المتحدثة باللغة الإنجليزية. ولكن رأي التاريخيين أن الرسوم المصورة قد بدأت قبل ذلك في كهف لاسكو في فرنسا، والتي تظهر تسلسلا في السرد كما وجدت في الهولوغرافية المصرية وعمود تراغان في روما ونسيج نورمان من القرن الحادي عشر، وفي أعمال مايكل أنجلو في كنيسة سيستين ونقوش ويليام فوهارت التي تعود للقرن السابع عشر وغيرها. وشاعت الرسوم الهزلية في بريطانيا في القرن التاسع عشر، وكانت غلاسكو لوكونيف كلاسك من أول هذه الرسوم، ولكنها لم تدم طويلا. أما لكمة أو بنش كانت أكثر هذه القصص شعبية، والتي بدورها جعلت من مصطلح الكرتون أو الرسوم الكرتون شائعا لوصف روح الدعابة فيها، وكانت تظهر في مجلات على شكل سلسلة. وتطورت بعض هذه القصص المصورة الأمريكية من مجلات كقصة العفريت بوك والقاضي، وأدى نجاح الفكاهية وبالذات إلى تطور شرائط القصص المصورة أو الكرتونية في الجرائد، فكان جرائد يوم الأحد تحتوي على صفحة كاملة من الشرائط الكوميدية والتي غالبا ما تكون ملونة، كما بدأ رسام هذه القصص باستخدام التسلسل القصصي وبالونات الكلام أو فقاعات الكلام. في بداية القرن العشرين بدأت أشرطة القصص المصورة اليومية بالظهور، والتي كانت قصيرة وتستخدم باللونين الأبيض والأسود فقط، وأصبحت ثابتة في الصحف بعد نجاح ماند أند جيف عام 1907. أنشأت مطبعة أملا جايت مايتد البريطانية نمطا شعبيا من القصص المصورة، والتي احتوت على سلسلة من الصور المصحوبة بنصوص مكتوبة تحتلها، وشمل ذلك الرسوم التوضيحية والقطع المصورة. وعلى الرغم من أن القصص المصورة الفكاهية كانت سائدة في البداية، إلا أنواع أخرى مثل المغامرة والدراما أصبحت شعبية في العشرينيات والثلاثينيات، وكانت سائدة في المجلات، إلا أنها أصبحت تظهر كمحتوى أصلي في دوريات ومجلات خاصة بالقصص المصورة. وحقق نجاح القصص المصورة من نوع الأكشن أو الإثارة عام 1938، حيث بدأ العصر الذهبي للقصص المصورة بعد ظهور سوبرمان والقصص الأبطال الخارقين المصورة الأخرى. ففي المملكة المتحدة أنشأ دي سي تومسون أعمال ناجحة استندت إلى الفكاهة والكوميديا عام 1938، والتي باعت أكثر من مليوني نسخة بحلول 1950، وقرأ هذه القصص أجيال من طلاب المدارس البريطانية. وبدأت شعبية قصص الأبطال الخارقين المصورة بالاندحار بعد الحرب العالمية الثانية، في حين استمرت مبيعات الكتب المصورة من الروع الرومانسي والجريمة والرعب والفكاهة بالارتفاع. وبعد وصول هذا الارتفاع إلى ذروته في الخمسينيات، تعرض محتوى الكتب المصورة إلى رقابة الجماعات التربوية والجهات الحكومية التي عقدت جلسات اجتماع في مجلس الشيوخ، وتم إنشاء هيئة للرقابة القانونية على هذا النوع من القصص. وقد تم لوم هذه الهيئة على انخفاض مكانة القصص الهزلية والكوميدية في أوساط المجتمع الأمريكي فيما تبقى من هذا القرن. وفي أوائل الستينيات عادت قصص الأبطال الخارقين لتكون أبرز أنواع القصص المصورة. وفي السبعينيات ظهرت حركة القصص المصورة البديلة ذات المحتوى الناضج والتجريبي الذي لم يحتوي على قصص الأبطال الخارقين. كان للقصص المصورة في الولايات المتحدة سمعة سيئة نابعة من الثقافة الجماعية، حيث رأت النخب الثقافية في هذه الثقافة الجماعية كثقافة خطرة. ولكن في نهاية القرن العشرين فازت الثقافة الجماعية أو ما يسمى بالثقافة الشعبية بقبول أكبر، وبدأت الخطوط بين الثقافة الرفيعة والمنخفضة بالتشابه. ومع ذلك استمر وصف القصص المصورة بأنها أداة لترفيه الأطفال والأمية، وأصبحت الروايات المصورة أو كتب
القصص المصورة محط اهتمام بعد أن نشر ويل إيسنر كتابه كونكراكت ويد فود أو عقد مع الرب عام 1978. أصبح مصطلح رواية المصورة معروفا في الأوساط الاجتماعية بعد النجاح التجاري الذي حققه دارك نايت رايترز أو الفارس المظلم ويعود في منتصف الثمانينات. أصبحت الرواية المصورة تباع في المكتبات وتتواجد في المكتبات العامة. كما أصبح الويب كوميكس أو القصص المصورة على الإنترنت شائعا في القرن 21. تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جيم.